فيديوهات لاغبى اشخاص جينا هيك على بختي على الانترنت اغبى اشخاص حرام انا ما اغبى اشخاص على تيك توك كل مره بنبلش فيديو انا عم اقول اغبى اشخاص بتقولي لي عم يعمل مواقف غبيه 100% طيب خلينا نشوف اول موقف غبي مام داد الام طلبت شو البي قال انه هو بده يحضر اكل شو يعمل عم يطبخ اكلاته ايه شو ايه حاطت البول البلاستيك على النار تاب البول البلاستيك والاكلات نزلوا من تحت هذا موقف غبي ولا انسان ولا يعني ده شخص بكل ذكاء وين عقلي غيبة ثائبة تتغيبة ثائبة هالمرة ثائبة هو مش هيك ايه فايتك كتير انت مش مزي ايه انو سوري برو don't mind me عرفت شو كمل طريقك انا راجعة اريال سيارة على السيارة اللي عم تحكي مش اللي عم بيسوق انا كسيارة راجع اريال ايه عم يعمل ديزاين على التليفون بس شو هو شو المشكلة شو المشكلة سبايدر مان شو اوكي كسر الشاشة بشاكوش كان عم كمل الديزاين كرمال تبين انه هي كرمال نت طبعا كرمال تبين انه هي شبك لا رح نعتبر التليفون كان منزوع لا ما فينا نعتبر شفنا قدامنا ما فينا نكذب الحقيقة هو الزلمة هربوا لا هذا موقف غبي بالغلط فجأة صار في شاكوش بإيده فجأة نزلت إيده بالشاكوش وكذا الشاشة لا برو أنت غبي أنا معقولة ما بزعلش الفيديو أول شيء ما في بصير أنا أشارة وبصير أنا أتوتر يي هيدا شفته كثير هيدا فعلا موقف هيدا فعلا موقف ايه زلمي عن جد ده مبسوط عم بصور لمرته يا حرام انه يا مرة ليك شو تصيده كب التليفون وترك السمكة بايده هذا شفته كثير قهرنا لانه عن جد بتصير يعني انه منه منتبه منه مركز كب هيدا وترك السمكة بايده وطلب مرته الو بريئة زنخة يا لا هني علموها سلايد وعلموها تشيك وعلموها تسكر المناخير هلا علموها ثلاث اشياء بس ما قالوا لها بس بتسكر المناخير يعني عم علمينا السلايد ومعلمينا الشك ومعلمينا تسكر المناخير قررت تشيك وتسكر المناخير على السلايد هني ما حددوا لها لا هي قال انا ما اتعلم الشك بعرف شك حرام هيدي طلع هيك هالقد راسها بتوجع توم اند جيري زيك لما نجيب لكن المشكله هي بتوجه واحد ما عنده مشكله بوجه مش كل العالم عم يتفرجوا ما بدها تطلع من تحت المي هلا هي بعدها هلا تحت المي خلص تحول صارت حوريه صار عندها الابيليتي انه هي تتنفس تحت المي قد ما استحت وخجلت طورت هي جنس البشريه طورته كرمال تقدر تتنفس تحت المي وما ترجع تطلع تشوف العالم اوكي قلبة كباية مجلدة بلشي عم بتفرجي لا ايه انه بقى موجودين بمطعم وعاملين لها ايه قالت له ها شو كان بهاللحظه خلص رخي دافي بدها تدوب تدوب بالنهايه صار لك ساعه بتصوري فيه لا شو شلت من ايه بنتك انت يلي عم ترقصي بنتك شو مدام شو عم بتشيل بقى لا ما تقول لي ما لا عن جد بدها شايفه بنتها كمان طب هيدا 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 هبل اونلاين هيدا عيب والله عيب هيدا ضياع اللي عم بصير اونلاين عيب جدا عيب لا مش مبين ابدا بتعرفي لو اهلي اول شيء قلت لا انا ما بدي احكي لانه عيب ما بدي يبين انه عم بقول شيء انه عيب مش مبين ابدا انه حتى لغج من ورا ايوه هلا هيدي بتعملهم قصه هيدي انه دونت تاتش مي ايه انه يعني شو مع هيك دونت تاتش مي شو قصدك انا تخينه ايه وبتتشكى علي هيك خلص مدام قطعت خلص مدام مرقت اوكي التليفون بقلب الباب سكر الباب شو؟ لا هل هي الفتحة لشو اصلا؟ بولش بيبل هيدي ببولندا ايه بس هالفتحة لشو؟ هن ببولندا ما بعرف ليه بيعملوا هيك فتحة اوكي ما المفروض تكون لشيء فتحة كثير خطرة لو شو ما حطيتي فيها رح ينكسر بركي لورقة كلينكس مثلا بدك تعطي وقفة لفتحة انه هالفتحة بعتقد هندسوا العربية بشكل غبي لدرجة اجوا ليسكروا الباب لقوا انه هون ضارب بهون ايه ما فتحوا لها فتحة بباب السيارة ايه مش للاستعمال هي هلا طب ما لا شوف عملتوا لها ساعتها كروكي لازم تسكروها وخلص خلص ساعدهم يهندسوا السيارة لا شو لك يمسح نكسروا التليفونات ما يحطوا تليفوناتهم بس انت لشو عمل الفتحه اذا ما في حد فيها شيء ما تقدم لي شيء ما في يعمل فيه شيء اوكي هاي الكاميرا على باب الكاميرا اللي بتلبي مش
عم بيرش الكاميرا كرمال ما يبينوا هن مين، وهي صار ساعه واقفه وهيدي فاتت وبينت ورشوا الى الكاميرا الاسود ليسرقوا البيت والرشه ما عم بيرش كيف فشل يعني. الجماعه كثير اغبياء هدول العالم، كثير اغبياء ما دام خلص ما شو قال ارجعي بس تضرب وقفه. لا هو عم بيقول لها ارجعي، لا هو سئ رجع زلمه رجال، قال لي مرة ورجال مين عم بيسوق؟ الصورة قدامك، الشعر قدامك، ربطة الشعر قدامك، حللي. هي لا هن بانجلند يعني الديركسيون هون؟ ايه بانجلند هي. حرام هالزلمة خطير، قال لك أنا شفت كل شيء بحياتي. بس مش شايف. بس مش شايف هيك شيء. شايفه هلا ما هي كرماله بدها تفرجي كل شيء. كل شيء خلص عاد عم بوقع هلا عم قال له بدي أقفل كل شيء. يعني طيب مش معقول. حتكون عم يعمل منيح بيطلع قبيح. كلي حبيبي كلي وخذي بريك شوي لأنه بلشت أتوتر. انت عم تتوتر انت. كلي المايسترو بار، كلي المايسترو بار، هيدي الصبية عم تركود. سريعة. حلو وين رايح؟ عم تاكل مايسترو بار هي وعم تركود. عم تاكل مايسترو بار؟ عم تاكل. ما عم جا منيحي ما أكلت مايسترو بار لأنه صراحة كنت قمت لأيامي عليك يعني كنت كبيت. عم تاكل هي وعم تركود إنه هي كثير شيء مهضوم. بس انه نحن وي دونت ويست مايسترو بار حبيبي، يعني انت اوعى تجرب تدوق المايسترو بار، نحن وي دونت ويست اني جرام من البار ابدا. برو البطيخ يا يا كمان انت كمان البطيخه. طب ليه ما حملت البطيخه؟ طب يا برو ليه ما حملت البطيخه ومشيت؟ كيف بده يبين ينحط بفيديو اخبار ناس هو قاصد ايه ولا ما بينعرض انه عادي تحمل بطيخه مش إيه عادي تكسر كرسي حس حسه وقت الناس تعمل اشي قصد هيك كرمال قصد تعمل فيديوهات ما في مشكلة يوطى اي كيو البشرية كلها بس انه كرمال يروحوا فايرل. اوكي نزلت على الكرسي راحت عند مين؟ راحت عند الثانية ونزلت اتكسرت يا حرام يي وطلع ليه عم تشكيه انه ولا كيف مكتوب السلمان وقدرت تلومه وقول له شفت شو بلا مخ انه انا وقفت قصد عم فركشه هو قصد عامل هيك قصد دبات شو صار نزلت على طول شفت شو بلا مخ شفت من اول ما جيت عم يا بلا مسؤوليه هو زلمه مع نفسه مع حياته بحياته بدها تنزل بيوقف له شو وقف ويفتح له الباب وبينزل يفتح له الباب شو حلو عم يفتح الباستا ما هن بايطاليا بيفتحوا ايه حلوه ايه عملت الصعيد انت عملت الصعيد بس تفتح لازم دغري تحطها بالطنجره ما لي انت عملت الصعيد يعني بس كان بقطه طب فوق الطنجره ايه هو ما عمل هيدي البوب لا عمل فوق تحت بوش تحت بس مش فوق الطنجره فرقت معه انت تعلمتيها شو بيعمل بوش تحت بوش تحت بوب البوب الاخر تبع الكوكن هيدي ما تدخليها اقول لك بتزبط سباجيتي مع المايسترو بار كل شيء بيزبط مع المايسترو تنعمل يعني شيء سويت بس تعملي لنا بكره شيء سباجيتي يعني بدل الصوص روج والبيستو صوص بنحط ميلك شوكليت بركي بتعمليها التاجلياتيل العريضه كثير بتصير هيك انت عم بتلفيها وتاكليها بتصير سويت ايه بتزبط ليه ما بتزبط وهلا بدي اقوم اعملها هلا بعد عنا كثير بالفيديو لا خليك شوي لا بس انه بقى شو كان بتساكر؟ بس بالغلط عم بتكب الليره بقلب البحر كوين بقلب البحر بايد طار جزدان اوكي اوف رود سكر شباكك ليه ما قلتي سكري؟ لانه شفت شعر طويل سكر شباكك معك السياره ومركب الفور ويل وعامل قصه كبيره بس بابا فاتح الشباك يا حرام ما هو عنوان الفيديو حبيبي خلص يعني ما بقى تتفاجئ ايه بول فاضي بدها تنوجع بدها تنوجع بول فاضي هي ما كانت مقدرة انها رح تصحى لا هي على اساس انه هي عم تتعظم وقفوا للفيديو تما يفرجونا شو صار كم عظم انكسرت كون موجهت حرام شو عم تعمل عم؟ لزقت شو؟ لزقت حرام لزقت على المريء لا دوي طب مهم تكون صرت منيح طب الحمد لله على سلامتك خلص يعني اوقات في اشياء نفسيا الانسان بيرتاح له عرفت شو قصدي انه خلص اوقات بتكون ساخن بتقولي له اشرب هيدا الشيء بيكون ماشي مي بلاسيبو بيكون مي ملونه يمكن بتقولي له هيدا دواء بيشربه بالك الحمد لله هيدا الدواء اللي اعطيتيني اياه نيمني كل الليل ايه نيمني كل الليل هي بتكون شو مي مثلا حطيت له نقطه ملون طعام بس انه يكسر لونه صغيره جماعه لكن مثل ما قلنا لكم احنا قايمين هلا ان جاء
تجرب التاكلياتيل على المايسترو بار. رح نخبركم عن الطعم. See you guys, bye. انا رايحه جماعه. ما ليك خلمت من وقت ما نزل مايسترو بار وانتزعت، يعني ما عاد الكيك اللي بتعرفوه، لا عاد تنتبه على صار هون مايسترو بار، كل شيء مايسترو بار. ما عم ناكل بقى يا جماعه، ما عم ناكل شيء بدري مايسترو بار. ما في طبخ.